يمكن رئيس الوزراء كان يعني كالعادة في جولات ميدانية واتكلم كتير جدا مع شباب الشرقية، وقال هيجي أحدكم ليتحمل المسؤولية بعدي ويشيل هذه الراية. لو فضلنا محبطين، مين اللي هيشيل المسؤولية دي ومين اللي هيشيل مسؤولية البلد وهيحركها للأمام؟ رئيس الوزراء قال لا تستسلموا للإحباط واليأس، الله هو العدل لا يضيع أجر مجتهد، ولا تتعجلوا، لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، قالها كذا مرة، وقال إن إحنا يجب أن يعني نقبل التعب والعمل في يعني نقبل عليهم في كل الفرص المتاحة، وأكيد هنلاقي هذا المردود، ولو قلنا نسيبها يا ترى مين اللي هيعمرها؟ رئيس الوزراء قال الكلام ده، دكتور مصطفى مدبولي قال الكلام ده خلال تفقده لأعمال تطوير استاد الزقازيق، والتقى كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد كبير جدا من الشباب المنظمين ضمن برنامج تدريبي لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة بتنظمه وزارة الشباب والرياضة، ووجه لهم الحقيقة كلمات كانت كلمات عفوية جدا، واتكلم كمان على حاجات كتير جدا، واتكلم على نقاط كتير جدا. تعالوا نشوف كده جزء من هذه الجولة ونرجع نكمل تعليقنا في هذا الموضوع، ابقوا معنا. اهم حاجه ان احنا ما نقعدش بقى نبقى محبطين وكارهين بلدنا وعايزين نسيب البلد وعايزين وعايزين وعايزين، لان هي دي النغمه اللي الواحد دايما بقى بيسمعها في حتت كتيره بهذا الكلام. صدقوني انا لما اتخرجت والله العظيم كان ظروفي اسوأ بكتير جدا، مش ظروفي انا، ظروف البلد كلها بصفه عامه. ظروف البلد كانت في الوقت ده، البلد كانت لسه يعني بتتعافى وما كانش، كان مشاكل هائله هائله كانت في البلد في الوقت ده. انا بقول لكم النهارده في مجالات في تعليم فني وتكنولوجي واختلافه، مثلا اصحاب المصانع بيدللوا على ان هم عايزين شباب يجي يشتغل. انا بقولها النهارده، احنا زورنا في حتت وبيقول لك انا بعين، اول ما بعين ب 4000 جنيه ومش لاقي شباب يجوا يشتغلوا. ليه؟ عشان بيقول لي اصلا انا خريج جامعه ما ارضاش اشتغل شغلانه زي دي. وفي نفس الوقت شاب الجامعه هو بيقول لك طب انا اتعين في الحكومه واخد 1000 جنيه انا موافق. يعني اي منطق؟ اي منطق؟ ليه افضل ان انا حاصر نفسي في هذه الثقافه؟ ده اللي انا بقوله، لان طبيعه كل مرحله تحدياتها مختلفه. انا بقولها لحضراتكم بجد، يعني احنا كنا في مرحلتنا، انا بقولها انا يعني مش بعيد قوي عنكم كفتره، كان عندنا كم من التحديات والمشاكل قدام الشباب وقدام انا، وانا راجل لسه متخرج من الجامعه يعني رهيبه. طيب الكلام اللي قاله دكتور مصطفى مدبولي من شوية، أكتر حاجة لفتت نظري فيها قصة موضوع التعليم الفني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وخليني بقى أقول لكم حاجة، يعني بما أن رئيس الجمهورية كان في ألمانيا أكتر بلد صناعية وأكتر بلد معتمدة بشكل كبير جدا على الصناعة وعلى التعليم الفني، وبعيدا بقى عن التوظيف والشركات والكلام ده أو التعيين في الحكومة اللي بألف جنيه اللي قال عليه دكتور مصطفى في الفيديو، فيمكن خلينا أن احنا نقول أن ده اتجاه من الدولة أو فكر جديد من الدولة نحو ان احنا نغير ونبتدي ان احنا نوقن أهمية التعليم الفني. البلد مش هتقوم غير بالصناعة، ومش هتقوم غير بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها دي. دايما احنا بنضغط على قصة التعليم الفني علشان الموضوع ده موضوع يعني أكبر مما نتخيل، احنا بس محتاجين ان احنا نفهم أهميته وندرك أهميته. طيب احنا معانا للتعليق كمان الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. يا أستاذ هاني صباح الخير.
اهلا بيك. طيب استاذ هاني، احنا من شويه كنا بنشوف الفيديو اللي اتكلم فيه دكتور مصطفى مدبولي عن موضوع التعليم الفني والنصايح اللي بيقدمها للشباب. الحقيقه اهميه هذه يعني الزيارات والجولات وتاثيرها على الشباب، حضرتك شايفه ازاي؟ يعني انا شايفه ان في عفويه كبيره جدا في كلام الدكتور مصطفى، يعني كلام واضح وصريح، وفي برضو يعني نصايح اخويه. هو كان كلام طالع من القلب الدكتور مصطفى، حتى هو قال انا بكلم اخواتي، هو بيكلم مجموعه من الشباب كانوا موجودين في دوره تدريبيه في استاد الشرقيه. استاذ تقديم الدكتور مصطفى اكد على عدد من الرسائل المهمه في الكلمه اللي قالها للشباب، منها على سبيل المثال ان هو ضرب امثله لبعض الشباب اللي بيجوا من دول اخرى حصل فيها ازمات سياسيه دول مجاوره وبيجوا يشتغلوا في مصر، فقال للشباب انا بلاحظ ان عندكم نبره امل، نبره يأس، عندكم نبره احباط، ازاي عندكم ده؟ وشايفين على الناحية الثانية شباب بيجوا، شباب فقدوا مدارسهم، فقدوا أسرهم، فقدوا جامعاتهم، فقدوا منازلهم، ما عندهمش أي حاجة، ولكن بيجوا من هنا من الصفر بيصطهم نجاحات كتيرة جدا، بيشتغل في كل المهن، ما بيتكسبوش من أي حاجة، وحققوا نجاحات كتيرة جدا. فقال لهم أنا وأنا شاب صغير أول ما اتخرجت من الكلية كانت ظروف البلد كلها في وقتها بعد الخروج من حرب 6 أكتوبر ظروف كانت صعبة جدا، ومش بس البلد، كان بشكل عام الناس كلهم ظروفها صعبه، ومع ذلك احنا ما يئسناش، ما احبطناش، الحمد لله دلوقتي بقيت رئيس وزراء، كنت قعدت اقول زيكم ان الواحد طول النهار حاسس بالاحباط وحاسس بالناس، ما كانش ما كناش تقدمنا، وقال هيجي يوم قريب هيكون واحد منكم مكاني في المسؤوليه دي. صحيح، لازم نجهز نفسنا باستمرار، لازم الا نخجل من اننا نعمل في مهن اخرى غير اللي اتخرجنا بيها. بالظبط، التفكير النمطي التقليدي يعني المفروض نبعد عنه. بالظبط، خاصة ما يبقى عندك تخصصات منها خريجين كبير كتير وسوق العمل لا يحتاجهم، فبالتالي لازم الواحد يتجه إلى مهن أخرى، خاصة اللي احنا شفنا نماذج نجاح كتيرة جدا اللي عملوا خاصة في القطاع الخاص وحققوا نجاحات، حتى هو معالي رئيس الوزراء ضرب مثال وقال يبقى عندي شاب جاي له فرصه عمل في القطاع الخاص ب 4000 جنيه وعايز يسيبها، او 5000 جنيه وعايز يسيبها ويروح يشتغل شغلانه في الحكومه ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه منطق، اي منطق يقول الكلام ده؟ الدكتور مصطفى كمان اكد ان الشباب عندهم اجتهدوا اجتهدوا، حتى وقال كلمه ما تستعجلوش 3 مرات، اجتهدوا ما تستعجلوش، وربنا العدل لا يمكن ان هو يغفل اجتهادكم وهيكافئكم على اجتهادكم ده. تمام. طيب انا سعيده بالفكر ده وبطريقه الفكر دي، يعني كده الحمد لله احنا ايه ماشيين على الطريق الصح. كمان في الحقيقه من الحاجات اللي لفتت نظرنا ويمكن حاجه جديده علينا قوي يا استاذ هاني، ان احنا شفنا دكتور مصطفى يعني رئيس الوزراء كان بيلعب بينج بونج مع البنوته اللي كانت موجوده، وكان الحقيقه يعني الفيديو برضو كان تلقائي جدا وعفوي جدا، وكان الناس كلها مبسوطه بيه، يمكن مبسوطه بان اخيرا الحواجز اللي بين المواطن والمسؤول كلها اتكسرت، اخيرا بقى الشاب حتى او الطفل بيتكلم مع المسؤول بيتعامل معاه عادي، يعني خطوات كبيره نحو التقدم. حضرتك شفت الفيديو ازاي؟ يعني احنا وانا صحيح من الناس اللي كنت مبسوطه بالفيديو ده قوي كمان. انا حضرت الفيديو وشفته، انا كنت طبعا في زياره مع الدكتور مصطفى، احنا كنا في ساعتها في استاد الزقازيق وفي مركز شباب السادات المجاور للاستاد، كنا بنزور عدد من المشروعات التطوير اللي هتتم في الاستاد ده، سواء في الاستاد نفسه ارض الملعب او في حمامات السباحه الملحقه به وخلافه. ودخل الدكتور مصطفى المكان اللي بيتم فيه اختيار او اكتشاف المهارات الرياضيه للشباب او الناشئ بشكل عام، وجد مجموعه من الاطفال والناشئات والناشئين بيلعبوا تنس طاوله، فاجرى معاهم حوار عن الخدمه الموجوده في المكان، وقعد بدا يلعب مع الطفله الموجوده دي في الفيديو ده. الحقيقه كان مسار اعجاب من باقي الاطفال اللي اصروا ان هم يتصوروا مع رئيس الوزراء واستجاب ليهم، وقعد بقى يديهم برضو شويه نصايح على اهميه فرصه الرياضه بوجه عام، مش بس ان انت لازم تبقى تاخد بطوله، لا، انت ممارسه الرياضه بشكل عام دي مهمه جدا لكل مواطن سواء كان طفل او شاب او حتى بالظبط كبير في السن.
الملفت كمان يا استاذ هاني ان حضرتك دلوقتي عمال تقول النصايح او الارشادات سواء للاطفال او للشباب، دايما انا كنت بقول ايه، النصيحه لما تبقى مباشره وعباره عن كلام بس ما بتجيبش تاثير، خصوصا مع الفئه العمريه دي، انما انا شايفه هنا ان النصيحه مصحوبه بحركه، مصحوبه بـ 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 يعني بطريقه كويسه، طريقه عفويه، طريقه قريبه جدا من عقل الشاب او حتى عقل هذه الطفله. يعني لما الطفله وغيرها من الاطفال تشوف رئيس الوزراء بيلعب معاه رياضه فهي اكيد هتدرك اهميه الرياضه حتى لو هو ما قالهاش كده. الاهم كمان يا فندم يا استاذ اللي انا شايفه ان لما تدي نصيحه لحد وانت ما بتعمليش الكلام ده ما يقتنعش بيه، لكن بقى كمان اما اقول مصطفى ما تقولي بيضرب مثل بنفسه وده اكثر من مره كررها، بيقول للشباب ما تيأسوش، انا كنت في الوقت الفلاني كنت طالب زيكم وكنت كذا 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 واجتهدت وربنا اكرمني وكذا كذا. واليوم في اللقاء الاخير ده انا اتجوزت وانا عندي 30 سنه بمساعده بعض الاهل بمساعدة الأهل في بعض مستوضعات الزواج، ولكن أنا ما حسيتش بطفرة غير قريب لأنه اجتهد برضه، كان زيه زي أي شاب يواجه صعوبات في الأول في شغله، ويمكن هو قبل كده قال في مؤتمر الشباب إنه كان بياخد تقريبا في الشهر 180 جنيه حاجة زي كده. أنا ما أتذكر اللي كان بيقوله أول مرتب ليه، فكان مبلغ ضئيل. دلوقتي الشباب زي ما قلت وزي ما هو قال لسه من شوية بعض الشباب بيجيله شغلانه في القطاع الخاص مبلغ كبير، لكن بيفضل انه يروح الحكومه، مع ان لو احنا شفنا كل التجارب ما حدش عمل ثروه من الحكومه الا لو كانت ثروه غير شرعيه، انما اللي عملوا ثروات واللي عملوا طفرات في حياتهم دايما القطاع الخاص، اجتهد وعمل شركه لنفسه، كانت الاول محل صغير بقى شركه، عمل مطعم صغير بقى مجموعه مطاعم، دول اللي حققوا ثروات. مظبوط. الحكومه هتفضل طول عمرك موظف، هتبقى موظف كبير في الاخر، حتى لو بيتك وزير انت برضه مش هتحقق الثروه اللي هي او تحقق الطفره في دخلك المادي. تمام. أنا بشكرك يا أستاذ هاني وبحييك، وطبعا بنحيي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تبني هذا الفكر البناء. شكرا مرة أخرى أستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. تعالوا نقول بقى خبر تاني، يعني الحقيقة في نفس السياق، استجابة لمطالب رواد ومتابعي الصفحة الرسمية